بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم حمد الشاكرين، ونؤمن بك إيمان الموقنين، ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، وتتواصل رحلتنا الإيمانية عبر هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، مع هذه السهرات الإيمانية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف. وها نحن نلتقي وإياكم في سهرة إيمانية جديدة نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ربك، ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل الذين لا يؤمنون
اعملوا على مكانتكم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. كانت هذه إخوة الإيمان تلاوة مباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وذلك في مستهل تقديمنا لهذه السهرة الرمضانية الإيمانية عبر موقع وزارة الأوقاف. أيها الإخوة، الأمانة ليست أمانة واحدة، وإنما هي أمانات متعددة. حول الأمانة يحدثنا فضيلة الدكتور عمرو الكمار من شباب علماء وزارة الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ لأتمم صالح الأخلاق. ومن هذه الأخلاق خلق الأمانة، والأمانة في مفهومها الواسع تشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان وطولب بأدائه. من هذا التكاليف الشرعية، يقول ربنا جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكلما كلف به الإنسان فهو أمانة، ويسأل عنها أمام رب العالمين، ويجب عليه أن يؤديها على الوجه الأكمل. ولعل أجمع آية في هذا الباب قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني أدوا ما تعاقدتم عليه وما اتفقتم عليه، فهو واجب الأداء على الوجه المتفق عليه. وهذه الآية تجمع حقوق المولى سبحانه وتعالى، وتجمع حقوق العبيد فيما بينهم من معاملات. في هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أولى ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. فما يكون بين الزوجين من عقود وما يكون بينهم من حقوق هو آكد هذه الأمانات التي يجب أن توفى. ولعل من أشهر إطلاقات الأمانة ما يطلق على الودائع، وما يستأمنه الناس بعضهم
على بعض أو ما يستأمنه الناس بعضهم عند بعض، هذه من الأمانات التي شاعت أو قل انتشرت بين الناس أنها أمانة، وهي لشهرتها بينهم. رسول الله خصها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يقول: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ويقول صلى الله عليه وسلم في من خان الأمانة: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فالمسلم أمين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين، لما نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد رسول الله الصفا فنادى على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، حتى اجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقيا؟ فالناس أمامه، رسول الله على الصفا، وخلف الصفا واد فسيح يقول لهم وأنتم لا ترون ما أرى، يقول: لو أخبرتكم أن خيلا من خلفي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، وما جربنا عليك خيانة قط. صلى الله وسلم وبارك عليه فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمانة وأن يرزقنا القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. من فضيلة الدكتور عمرو الكمار، استمعتم إلى هذا الحديث الديني في هذه السهرة الإيمانية الرمضانية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف، وكان الحديث حول الأمانة. فالأمانة كما قلنا هي أمانات متعددة، فصلاتك أمانة، وصدقتك أمانة، وعبادتك لله عز وجل أمانة، وتعاملاتك في هذه الحياة مع كل من تتعامل هي أمانة، ورعايتك لأبنائك ولمالك ولزوجك وأهلك أمانة أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يؤدون الأمانات كما ينبغي. الآن إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ بلال مختار. سبحان من كان قبل الخلق أجمعين، لا قبل من قبله لا بعد إلا هو، رب الوجود، رب الوجود تعالى في تفرده. قام الوجود به، قام الوجود به، وبه عرفناه. هو الذي خلق الأشياء من عدم، وكل شيء يسبحه ويخشاه، والكون يهتف أن الله أوجده بحكمة واقتداء. تفكر سوف تدركه في كل شيء، وتوقن أنه الله. فكل ما حولنا وفينا يذكرنا إذا نسينا بأن الخالق الله. سبع شداد مشيدة بلا عمد، ما
مرفوعة فوقنا والممسك الله سبع شداد مشيدة بلا عمد مرفوعة فوقنا والممسك الله نجومها ساطعة جل مبدعها تهدي إلى الله من ضلوا ومن تابوا والليل يغشى لباسا للورى سكنا من يحفظ الخلق إنه هو الله من يحفظ الأرض حتى لا تميد بنا وبث فيها صنوفا من عطاياه الله بالرواسي الشم ثبتها والرزق فيها قريب إن طلبناه سل كل شيء يجبك الله أنشأه بلا مثال وأن المبدع الله 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 الذي سجدت له كل العوالم لا معبود إلا اختص باسم فلا يحظى به أحد وذلك الاسم معروف هو الله سبحانك 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 جل جلالك يا